انا مادلين تبر، لكن انتم مش عارفين انه مادلين تبر مش ممثله وبس، انا اعلاميه خريجه كليه الاعلام، معايا درجه اولى من الماجستير صحافه واعلام. وعلي انا سعيده جدا اني اكون موجوده في هذا الحدث الكبير لانتقاء اعلاميه متفوقه بين عدد كبير من المنتسبات اللي جم في هذا المهرجان الغير موجود ربما سبق في الوطن العربي ان يكون متخصصا بالاعلام، متخصص باظهار مواهب الاعلاميات. ربنا يوفقنا ان شاء الله نختار وجه جديد يبقى اضافه للشاشات العربية والمصرية. لجنة التحكيم الموقرة وهي متنوعة الثقافات، استطاع أستاذ محمد بدر والقيمين على هذا المهرجان بأنه فعلا يجمعوا قامات كبيرة تعبوا في التصفية الأولى والتصفية الثانية، والتصفية الأخيرة هتكون في الحفلة التي ستقام إن شاء الله قريب قوي، هتشوفوا حاجة بديعة وفقرات غنائية بالإضافة لانتخاب أفضل مذيعة. أتمنى للمذيعة اللي هتكسب بأن حسب طبيعتها، إن كانت طبيعتها جادة وهي ميالة إنها تقدم مثلا التوك شو فليكن توك شو، إن كان طبيعتها ميالة للمسابقات الثقافية فليكن برنامج مسابقات، وإن كانت طبيعتها ميالة للفرحة وعندها جلو، مش أي حد بيقدر يقدم برنامج استعراضي وينجح. أولا لازم يكون عنده إيقاع عشان ما تزهقش، ثانيا لازم يكون ودنه موسيقية، ودي حاجة من الحاجات التانية اللي بيحتاجها المقدم للبرامج الاستعراضية، وثالثا هو لازم يكون عنده البهجة عشان يقدر ينقل البهجة في عالم الاستعراض العظيم. حسب شخصية البنت سأستطيع أن أحكم أي نوع أي جندر يليق بها. على الصعيد الوطني أهم حاجة حصلت في مصر بناء الجمهورية الجديدة بجد في كل المجالات. في ناس ما كانتش مصدقة، أنا كنت من المصدقين، إنما الناس اللي مش مصدقة تنادي حقيقي حسوا بالتطور الكبير في كل المجالات، والأهم هو العنصر والحضن الإنساني، الطابع الإنساني اللي أضافه فخامة الرئيس. فخامة الرئيس السيسي أظهر أنه زعيم محبوب من الشارع المصري ومن الشارع العربي. مفيش وصفة واحدة تقدر تتبعها أي مذيعة فتصبح ناجحة، مفيش. لكن في نقدر نقول بنود عامة، القبول يعني يبقى شكلها في قبول، الناس تقبل، مش إنه حلوة، قد لا تكون جميلة لكن الكاميرا تحبها. لازم يكون في عندها ثقافة، الثقافة غير العلم، يعني ممكن تكون خريجة إعلام وما يبقاش عندها ثقافة، يعني ما بتحاولش توسع مداركها ومعلوماتها وابديتنج تحدث معلوماتها. تقدر تعيش في الزمن بتاعك وتقدر تعيش في الزمن الحالي، أنت الذي تختار. الإعلام الناجح هو الإعلام اللي لسه لغاية دلوقتي بيذاكر. لازم يكون عندها البيسكس الاساسيات، النطق السليم، مخارج الحروف الصح، الصوت، يعني ما ينفعش الصوت بخن او حد بيلثغ او حد بيصفر في يعني في للاسف في عندنا حاجات كده بقينا نشوفها في الاعلام وبيطنشوا، يعني بيخليهم يطلعوا على الشاشات، وإلمام باللغة العربية لأنه لما هيضطر يقول جملة عربية يبقى عارف الفاعل من المفعول به.